أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو تفاصيل رحيل الفنانة السورية رائفة الرز داخل شقتها، ونجوم الفن يودعوها بالحزن، وآخر ظهور لها ومحطات في حياتها وما لا تعرفون عنها. وغادرت الفنانة السورية رائفة الرز سوريا إلى هولندا قبل سنوات، وتقدمت بطلب اللجوء إليها إضافة إلى طلب الحصول على الجنسية الهولندية، ولكن قرار جنسيتها لم يصدر بعد، ولم يتبين تفاصيل مقتلها حتى الآن، فيما نعاه العديد من مشاهير ونجوم الدراما السورية والعربية. وقد وجدت الفنانة السورية رائفة الرز التي نصيبها من الشهرة قليل مقتولة داخل منزلها في هولندا، حيث أعلن عدد من الفنانين السوريين صباح الأربعاء أنه عثر على الفنانة رائفة الرز مقتولة في ظروف غامضة. وقال صفحة أخبار السوريين في هولندا إن الشرطة الهولندية لم تدلي بأي تصريح عن الحادثة. وكان أول ناشر للخبر جارها الذي أعلن عن وجود جثتها في المنزل في ظروف غير معلنة حتى الآن. ورائفة الرز هي ممثلة مسرح عرفت فنيا باسم رائفة أحمد، وهي من متخرجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وزاملت العديد من الفنانين من بينهم الفنان أمل عرفة والفنان جهاد عبدو والفنان أندريس كاف والفنان الراحل نضال سيجري. وعرف عن الفنانة السورية رائفة الرز تضامنها مع الثورة السورية، ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها مسلسلات أشياء تشبه الحب، وأهل الراية، ودنيا، ومطلوب رجال، وغزلان في غابة الدئاب، وكثير من الحب كثير من العنف. وسريعا اكتضت مواقع التواصل الاجتماعي بنعي كتبه فنانون سوريون وودعوها بكلمات مؤثرة وحزينة. وكتبت الفنانة السورية يارا صبري اليوم الأربعاء في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن. العزاء لنا جميعا ولأهلها وكل الطيبين في هذا العالم المجنون. ونعت الفنانة ليلى عوض أيضا على فيسبوك رائفة مبدية صدمتها من الخبر: خبر صادم ومؤلم، الفنانة السورية الممثلة الهادئة والرقيقة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في سكنها في هولندا. الله يرحمها وينقم من الجاني، واللي بيعرف عن الموضوع أي شيء جديد يخبرني إذا سمحتوا. رائفة الرز. وأيضا كتبت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة تغريدة لم تذكر فيها تفاصيل عن مقتلها، بل قالت: يا وجع قلبي، رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك. السنة الماضية أجيت على هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك، وما كنت عارفانة إن عم نتودع. بيتك الدافي صار مسرح جريمة، الله ياخذ لك حقك من اللي قتلك. كان بقيان شهرين لتيجي لعندي عالشام. يا أغلى البشر، يا نقية، يا فنانة، يا أشرف الأصدقاء، الله معك. وأشار الكاتب السوري عدنان العودة إلى أن صديقه اتصل به ليخبره بالخبر الحزين، وكتب: اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا. وتابع العودة: طوال 4 سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أعرف أن رائفة تقيم في هولندا. اليوم عرفت ذلك في يوم مقتلها، لا أدري أين وعلى يد من ولماذا. حدث فاجع فعلا، يا خسارتك يا رائفة. وكتبت الفنانة لورا أبو أسعد: وفاة الزميلة الممثلة رائفة الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا، البقاء لله وكل العزاء لعائلتها ومحبيها.
ورائفة رز هي فنانة سورية رحلت في هولندا وهي ممثلة اشتهرت باسمها الفني رائفة أحمد، وتعتبر رائفة من أبرز فنانات الدوبلاج، وعرفت بشكل خاص في الأعمال القديمة، واشتهرت في مسلسل عهد الأصدقاء. وكان للفنانة الراحلة رائفة أحمد مشاركات عديدة في الدراما السورية، أبرزها مسلسل هارون، وكثير من الحب مع الفنان السوري محمد أسو. وشاركت في مسلسلات حراس الصمت والجزء الثاني من مسلسل أهل الراية، ومسلسل العقاب، والجزء الثاني من مسلسل دنيا، ومسلسل أشياء تشبه الحب. وتخرجت الفنانة السورية الراحلة رائفة أحمد من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 91، وكانت زميلة دراسة للفنانة السورية أمل عرفة التي ودعتها بعد رحيلها مؤخرا في هولندا. وبأنها كانت من أبرز فنانات الدوبلاج، وقد عرفت خصيصا في الأعمال القديمة، واشتهرت أكثر في عهد الأصدقاء، حيث تقمصت شخصيات هي دانتي وإيزابيلا وجيسيكا وإيدا، كما شاركت في فرقة التحدي وباص المدرسة العجيب. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.